شلون ابو جاسم؟ والله وجهك خير. ليش؟ سويت لي مقابل وكنا فايزين على الكويت. واليوم جيت وفايزين 4، تكفى ضاري انت وجهك والله خير، اكلمك جد والله. والله العظيم الله يحفظك وان شاء الله يا رب للاعلى، بس انا بقول كلمه ضاري. انا بعرف جمهور القادسيه وجمهور الكويت، ما اعرف ليش يعني يبون الصداره من صدهم يعني. الصداره والله ما تلوق، تلوق حق العربي. يعني انا اقول حق جمهور الصوله واسمحوا لي بهالكلمه، واقول حق العميد يا حبيبي احنا بالملعب برا الملعب على راسي، ولكن بالملعب ما ارحمك. اجلدك جلد غازي حديد حديد صار حطب يعني. واقول حق اداركو شكرا، داركو شكرا على هذا اللعب، على هذا التنظيم، على هذا التخطيط. يعني هذا شيء اقول لك اياه مشكور، ولكن اتمنى من عزيز عاشور، عزيز ابو سعود شهر واحد، نبي اثنين محترفين اللي انت تعرفهم، نبيهم هو يعرفهم، من ضمنهم عيد. انت قلتها ما ردك يا ضاري. يعني اقول لك عيد الرشيدي والله مكسب، والله العظيم مكسب، واتمنى انك تجيبه يا ابو سعود. مالك شغل والله العظيم، عيد يبي العربي، لا تقول انه يبي وحكي مالك شغل. عادي اللاعب انت قال لك يبي، ترى عيد بقول لك اياه، عيد يبي العربي، بقول لك العيد يبي العربي ويجيبه شهر واحد، وان شاء الله باذن الله تجيبه يا ابو سعود. شكرا الحوت.